ترى في كثير من الناس كان يحلم يصير شيء وصار شيء ثاني، أفضل أقل، بس ترى الحياة ستستمر يعني. صح. لا تتأسى، اللي يقولك أنا أدرست للحين 3 سنوات في التخصص الفلاني أبغى أترك وأروح أغير تخصصي، أنا أقول احذر، دام الله فتح عليك حتى لو تكره، فتح الله عليك فيه كمل. لا دخلت تخصص أبغاه، ولا اشتغلت الوظيفة اللي أنا أبغاها، ولا في شيء مهني أو عملي تمنيته وحققته، علشان لا تقعد يا الواحد تجلد في ذاتك وتصير حمال الأسية وأنا اللي فشلت. ترى كثير من الناجحين نجحوا في أشياء مو بما كانوا يحلمون فيها يكرهونها.